ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني، وينضم إلينا من فلوريدا أيضا توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. سيد توم، سأبدأ معك. أكثر من 2000 طفل فلسطيني تم قتلهم، أكثر من 830 طفل فلسطيني تحت الأنقاض. ألا تمثل هذه الأرقام أي قيمة بالنسبة للديمقراطية الأمريكية؟ ألم تساعد الولايات المتحدة الأوكرانيين وأطفالهم؟ أولا مرحبا لك والضيف الكريم أستاذ بسام وللمشاهدين. طبعا هذه مأساة يعيشها اليوم الشعب في غزة، ويجب وضع حد لهذه التصرفات. ولكن من قام بهذه العملية الإرهابية؟ حماس هي التي قامت أولا بهذه العملية. حماس قامت بهذه العملية فترد إسرائيل بقتل هذا الكم الكبير من الأطفال بدلا من استهداف العسكريين. هلا العسكريين هم ياخذون الشعب دروع شعبية، اذا فلنقتل يعني الشعب باطفاله بشريه. يعني ما المشكله سيدتي انه حماس هي ما الا ميليشيا تدعم وتنسق على طريقه النظام الارهابي. هي اذا بدها تحارب اسرائيل تطلع من بين المساكن المنزليه والمؤسسات، ان كانت الجوامع اما الكنائس أما أي مؤسسات مستشفيات، وتتصدى وتهاجم إسرائيل بالساحات البعيدة عن هذا. ولكن حماس وحزب الله وهؤلاء المنظمات هم يستعملون الشعوب كدروع بشرية لمهاجمتهم. من هذا المنظار اليوم يعني مشكلة للأبرياء، ولكن هنالك حل، والحل واضح: ينسحب عناصر حماس ويسلم المنطقة لطرف ثالث، ربما تحالف عربي تقوده مصر أما وتدعمه الدول الخليج. وعندئذ أنا أتصور سيكون هنالك حل سلمي بدون ما إسرائيل تدخل قطاع غزة، وربما سيكون عدد كبير من الضحايا والأبرياء. هل هذا مقترح رسمي أم يعني اقتراح من حضرتك أستاذ توم؟ لا، يعني هلا في مفاوضات كبيرة تكون بين الدول المعنية، ولكن لسوء الحظ الاجتماع الذي عقد بالقاهرة منذ نهار السبت يعني كانت نتيجته الفشل. لماذا الفشل؟ لأنه الدول الغربية يتعاملون مع الوضع كعملية إرهابية بامتياز، والدول العربية يحاولون أن يدمجوا القضية الفلسطينية مع ما قامت به حماس، وهذا خطأ فادح، لأنه حماس هي مدعومة من إيران، إيران تحاول نسف عملية السلام مع أنه الولايات المتحدة أستاذ توم، مع أنه الولايات المتحدة أول من نفى تورط إيران في هذه العملية. صحيح، ولكن أنا بتصور على خطأ إذا كانوا مباشرة هذه المرة. بس هن الفلسطينيين يعني حماس وحزب الله والإيرانيين يقولون نحن من ندرب ونساعد حماس علنيا، ولكن هذه الإدارة بالذات مثل يمكن إدارة روزفلت بسنة 38، يعني كان بعد كل شيء مقاسي عم بيصير بأوروبا، وكان بعد عم بيدعموا النظام النازي في ذلك الوقت. بقى ما في فرق بين إدارة بايدن اليوم وإدارة فرانكلين روزفلت ب 38، وإنما اليوم أنا بتصور يعني على النوع الإيجابي والأم اللي بخوف، إذا عطيوا أي تبرير لحماس يعني قوة نظام حماس، قوة حزب الله، قوة إيران، سيذهبون إلى تغيير الأنظمة في الدول العربية دولة بعد دولة، ويجبرونهم على الانسحاب من أي اتفاقات. يعني ما هم غيروا الأنظمة في الدول العربية، يعني هو غيروا بعض الأنظمة في الدول العربية ولم يتغير أي شيء. على كل الأحوال سأعود إليك سيد توم، لكن أستاذ بسام، قبل أيام ديمتر باسكوف صرح بأن روسيا تتطلع للعب دور كبير في هذا أو في هذه الأزمة أو في حل الصراع كما قال باسكوف. أين هو هذا الدور؟ يعني الهجوم البري يكاد يتحقق ولم تلعب روسيا هذا الدور بعد. يعني أولا دعيني لا أريد أن أقول مساء الخير كعادتي، أريد أن أحييكم وأثنيكم يعني الأستاذ توم وحضرتك، وأتوجه بالمؤازرة والدعم، كل الدعم الأخلاقي لشعب غزة الجريح وللشعب الفلسطيني المكلوم.
يعني بيسكوف تحدث أنه روسيا تعمل لصالح القضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين، ولا بد من إيجاد هذا الحل. يعني إذا كنا نريد أن نوحد أو نوقف هذه المأساة، سواء المآسي السابقة أو المآسي اليومية التي نشاهدها اليوم، علينا إيجاد حل الدولتين، وليس تفريق بين حماس والشعب في غزة والضفة الغربية. هذا اسم تحاول دقه إسرائيل في القضية الفلسطينية من أجل تشتيت الأمر. وأنا سمعت رئيس أحد رؤساء المخابرات الاستخبارات الإسرائيلية السابقين كيدمي على أحد التلفزيونات الروسية يقول أن يعني نحن سنحرر غزة من حماس ونسلم السلطة للضفة الغربية لحكومة محمود عباس أبو مازن. هذا يعني أن إسرائيل مصلحتها تفريق حماس عن الضفة الغربية وعن الشعب الفلسطيني لكي يفعلوا فيه ما فعلوا بمناطق أخرى، عندما يقول لك هناك عدة جهات مع من نتفق اتفقوا أنتم أولا. أما عن روسيا، روسيا تدعم القضية الفلسطينية ومنذ قيام دولة إسرائيل تدعم، أو الكيان الصهيوني دعيني أسميه لأنه مع أن لا روسيا أول يستاهل. من اعترف بالكيان الصهيوني، يعني سيد بسام. بكل تأكيد، بكل تأكيد روسيا أول دولة اعترفت بزمن الاتحاد السوفيتي بالاتحاد بإسرائيل، وكانت يعني داعمة له لفترة ما، ولكن في فترات الاتحاد السوفيتي الأخيرة كان هناك في قطع للعلاقات الدبلوماسية، لأن إسرائيل بدأت تتعجرف ولا تخضع للقرارات الدولية، وكان هناك سحب للسفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية. عادت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وروسيا في زمن يلتسن، عندما كان يعني راكعا للولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم جاء بوتين القوي الذي يقول لا، هناك دول ذات سيادة ويجب احترامها، هناك قرارات دولية يجب احترامها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والسيد توم يعلم هذا الشيء جيدا، يعني تريد العيش على القواعد بدل من القانون الدولي. فعندما يقولون لك أن هذه الدولة شذت عن القواعد، ليقولوا لنا من كتب هذه القواعد ومن اتفق عليها وما هي هذه القواعد وأين نصوصها. يعني هم عندما يريدون يقولون لك على القواعد، وعندما لا يناسبهم يقولون لك تعالي على القانون الدولي. عندما يريدون يقولون لك أن هذا حق الشعوب في تقرير المصير، وعندما يريدون يقولون لك سيادة الدول. يعني هناك تناقضات عجيبة غريبة في السياسة الأمريكية. على كل الأحوال السياسة الأمريكية متخبطة جدا اليوم، ولا يمكنها حل أي مشكلة. ويعني إرسال البوارج الحربية حاملات الطائرات إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ما هو إلا استفزاز صارخ للدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية. يعني هم يقولون أي أحد منكم سيفكر حتى في التدخل سنقصفه. هل هذا يعني إنذار بحرب أم هو ماذا؟ يعني هل هو حمامة سلام جاءت إلى هناك؟ لا، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتشعل المنطقة نتيجة فشلها الذريع في أوكرانيا. يعني فشل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في أوكرانيا أدى إلى تدخلهم السريع في هذه المعضلة، ويعني إعلانهم طيب. دعم إسرائيل الكامل والشامل وإلى آخر من هذه النقاط. يعني بعدين يعني الأستاذ توم يقول أن يعني اسمحي لي بس لو سمحت تفضل. بآخر نقطة، يعني يقول أنه يعني يريدون أن يخرجوا السلطة من غزة وحماس إلى منطقة أخرى ويسلموها لطرف ثالث. إلى أين ستخرجوهم؟ يعني هم أبناء المنطقة، إلى أين ستخرجوهم؟ هل سترحلوهم إلى مصر، إلى الصحراء المصرية، صحراء سيناء؟ يعني إلى أين سيذهبون؟ هم أصلا مهاجرين من 48 إلى غزة، هل طيب ستهجروهم مرة أخرى؟ بكل يعني هذا الأحوال، الأمر مرفوض كليا وغير أخلاقي، وأنا أعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومدانة أمام القانون الدولي بكل ما تفعله، رغم أنني ضد المناظر التي شاهدناها من قتل للمدنيين اليهود، لأن اليهود يعني ليس هم بشر مثلنا، يعني يجب أن لا نعاملهم هكذا طيب لنرى ترتقي عن هذا الموضوع. سيد توم، منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي تحدث بأن الهجمات التي تحصل في الشرق الأوسط مثيرة للقلق. الآن تفاعل الشارع العربي والإسلامي مع بعض الهجمات على القواعد الأمريكية، ألا يخيف هذه الإدارة؟ أليست هذه الإدارة
أليست هذه المشكلة برمتها مشكلة نتنياهو سواء مع المجتمع الإسرائيلي أو مشكلة نتنياهو مع إدارة الأزمة حاليا، أليس بغطاء أمريكي وبسبب سوء إدارة الولايات المتحدة تحديدا إدارة بايدن؟ هلا يعني تنقول إساءة موضوع نتنياهو، هو المشكلة كان من وقت بن غوريون وما بعد، وكل ما في أزمة بيقولوا التطرف عند رئيس الوزراء. بقى أنا ما بتصور بالنسبة للعالم العربي والإسلامي من يحكم إسرائيل سيسمونه بالمتطرف والخطر بدون شك. أما إدارة بايدن، أكيد إدارة بايدن ضعيفة من وقت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالذل والعار اللي صار فيه، عبر للمجتمعات الدولية أنه أنا عندي إدارة ضعيفة، وصاروا المنظمات أما الدول تستغل ضعف الإدارة الأمريكية بدون شك. أما لوين المسلحين لحماس بده يروحوا؟ مثل ما صار ب 82، الشعب الفلسطيني اللي كان بلبنان ما ترك لبنان، أما المسلحين الفلسطينيين تركوا على تونس في ذلك الوقت. هلا في ممكن هؤلاء المسلحين ان يتركوا، ولكن انه مثل ما المتكلم باسم البيت الابيض اما وزاره الدفاع يتكلمون عن القلق، لانه اذا القلق من حط حدود له اليوم، هذا القلق سيزداد يوما بعد يوم. مع اداره الرئيس اوباما كان هنالك انفتاح هائل على ايران و160 مليار دولار، وهلا مع بايدن كمان كذلك الامر انفتاح هائل كان منذ اسابيع. وإذ الرصيد اللي عطته إيران للأمريكان هو بتقوية المنظمات الإرهابية، بإن كان في غزة أما في لبنان أما عدة دول. هلا ترجعي مثلا على شو بتعمل إيران، خدي مثلا بلبنان راحت قوت حزب الله، استعملوا النيترات. طيب تتحدث عن إيران سيد توم، تتحدث عن إيران، الولايات المتحدة هي من تتراخى مع إيران، يعني إيران اليوم تحاول أن تستخدم أذرعها من أجل الضغط للحصول على مكاسب في الاتفاق النووي، قد يكون يعني قربان هذا الاتفاق النووي غزة الآن. هلا تاني إذا بدها مكاسب إيران ما لازم تروح بدعم مجموعات متطرفة ويقوموا بأعمال إرهابية. دعمت حزب الله، لكن هذا تحت عين الولايات المتحدة. يعني سيد توم، الولايات المتحدة ليست بغافلة عن ما تقوم به إيران. لا ما كل بدون شك، يعني إدارة أوباما وإدارة بايدن من أسوأ الإدارات أتوا. كمصالح مشتركة المجموعات، إن كان شركات في الولايات المتحدة كانوا بقيادة أوباما أما اليوم مع بايدن، هؤلاء بدون يفتحوا على إيران، ونتيجة هذا الانفتاح الذي نراه في غزة أما نراه في سوريا أما نراه في لبنان بانفجار المرفأ ببيروت وثلث العاصمة تدمر. أما الموقف الروسي، أنا بتصور الموقف الروسي كان واضح بال 2018 لما المستشار الأمن القومي الروسي والأمريكاني والإسرائيلي اجتمعوا وأعطوا صلاحيات لإسرائيل بضرب إيران في عقب في سوريا، وهذا كان لم يحصل لخمسين سنة. أما بموضوع الإرهاب بالذات، يعني الروس لما الإرهابيين قاموا بتفجير المدرسة وقتلوا الأبرياء، يعني الرئيس بوتين ما تهاون مع الشيشان، عمل حملة عسكرية قوية وقتل من ضمنها أبرياء. يعني هلأ بغض النظر عن التاريخ الاستعماري، نعم التاريخ الاستعماري، لا نريد أن نتحدث عن الكوارث التي ارتكبتها الولايات المتحدة في كل الدول التي استعمرتها، ولكن اليوم العرب سيد توم، سأعود إليك أستاذ بسام، اليوم العرب أو المنطقة بشكل عام تحاول أن تجد أحلاف، بما أن الولايات المتحدة راعية السلام وراعية حل الدولتين، ويفترض أنها يعني الأم التي تحضن المجتمع الدولي وتتكلم باسمه، هذه الولايات المتحدة لا تحرك ساكنا إزاء كل ما يحدث للمدنيين اليوم في غزة وفي غير غزة، وبالتالي هي خذلت الشعوب العربية حتى فيما سمي الربيع العربي. اليوم من حقهم إلى هؤلاء الشعوب أن يذهبوا إلى أحلاف جديدة شرقية، منهم روسيا. هذا السؤال اللي قبل الأستاذ بسام. لا لك
استاذ لا توم. اوكي، لا فيها باستطاعه الدول العربيه يروحوا على روسيا، يروحوا على الصين. هل روسيا والصين راح يامنوا مصالح هؤلاء الدول العربيه؟ انا بتصور هذه العمليه كلها كانت نسفه من ايران لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. محمد بن سلمان ونتنياهو برزوا على الصحافه الامريكيه بالشهر الماضي، وكان في هنالك امل بالسلام بعد كذا شهر. وانا بتصور يعني المملكه العربيه السعوديه ما بتبيع على القضيه الفلسطينيه، دعمت القضيه الفلسطينيه على 70 سنه، ودول الخليج اللي طبعوا مع اسرائيل ما بيعوا القضيه الفلسطينيه، يعني هذا ربما يعني احتكار انه نعتبر انه ريلي الدول العربيه عم بيبيعوا القضيه الفلسطينيه مع الامريكان. انا بتصور انه محمد بن سلمان كان واصل لعمليه سلام سيريح الوضع الفلسطيني ويدعم الوضع الفلسطيني اكثر، ولكن ايران اجت نسفت هذه المعادله. هلا عندنا حلين، اما بدنا نتراجع امام ايران وتربح ايران والوضع العربي بده يكون بمأزق وصعب بالسنين القادمه، اما بده ينوضع حد لايران، وربما انا بتصور هذا التصعيد العسكري وحاملات الطائرات والاساطيل الغربيه تاتي الى الشرق، هنالك معالجه لردع ايران، كيف ستتم؟ بأي إخراج بأي طريقة لم نعرفه بعد، ولكن الأشهر القادمة تعطينا النتيجة. طيب أستاذ بسام، يعني السيد توم يتحدث بأن هذه إيران وهذه ممارساتها، يعني كان في بحديثك أستاذ توم بعض الاختزال للمقاومة الفلسطينية بحماس. اليوم حتى الرئيس محمود عباس تحدث بأنه حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني. سيد بسام، صحيح، هل يمكن اليوم التعويل على حلف شرقي، حلفاء للقضية الفلسطينية غير الحلفاء، غير المرجعية التي كان دائما يعود لها الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؟ يعني مسكين هذا الشعب الفلسطيني الذي لا يعرف كيف يحل قضيته، لأن هناك عجرفة أمريكية واضحة للغاية. نعم، يمكن أن يعول على المعسكر الشرقي، لأن المعسكر الشرقي لم يخزو القضية الفلسطينية يوم من الأيام، كان دائما يطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين. أضف إلى ذلك، يعني إذا كنا نتحدث عن الإرهاب، هل صنفت حماس في الأمم المتحدة على أنها إرهابية؟ أنا لست مدافعا عن حماس، ولا يعني دعيني من كل التسميات، ولكن أنا أناقش الموضوع بموضوعية وبأخلاقية. هل صنفت حماس كمنظمة إرهابية حتى بدنا نسمع عن الإرهاب يمنة ويسارا وفي كل لحظة؟ هي ما هو الإرهاب أستاذ توم؟ ما هو الإرهاب؟ الإرهاب طالبت روسيا بتعريفه منذ زمن، لم يعرف الإرهاب حتى الآن، ولكن المتعارف عليه أن كل من يقتل مدني بغير حق هو إرهابي. إذا إسرائيل عندما تقتل المدنيين أليست دولة إرهابية؟ لماذا لا ينعوها بأنها تقوم بجريمة حرب ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني؟ نعم، الشعب الفلسطيني يستطيع أن يعتمد على الشرق والشرق لم يخذله، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذتي الكريمة هي من ميعت القضية، هي جاءت ليس كوسيط. يعني في من يرد على هذا الكلام حتى أستاذ بسام، يعني أنه تحويل أسلحة أمريكية كانت مخصصة لأوكرانيا هذا في مصلحة روسيا، البعض يقول هذا الكلام. يعني لا، روسيا طبعا ممكن تكون قد استفادت من هذه الأزمة التي حدثت في الشرق الأوسط لتخفيف الضغط عن جبهة أوكرانيا، ولكن أنا باعتقادي الشخصي ورأيي الشخصي لا، بالعكس، روسيا تضررت من هذه الحرب لأن الجانب الأوكراني يخسر بشكل كبير. الهجوم المضاد الذي صدعه رؤوس الأندية فشلا ذريعا. الغرب بدأ يتململ من موضوع أوكرانيا، أصبحت يعني أوكرانيا لا تذكر على الإعلام. لذلك أنا باعتقادي الشخصي روسيا في هذه المرحلة بالذات قد تضررت من غياب القضية الأوكرانية والمشكلة الروسية الأوكرانية عن وسائل الإعلام وعن يعني اللقاءات الدولية. إذا نحن أمام معضلة، من هو الإرهابي ومن هو الغير إرهابي؟ إذا كنت محاصر وتقتل كل يوم وتهان كل يوم ويخرج شبابك منتفضين من أجل الثأر، هل هذا هو الإرهاب؟ نعم، قد يكون هناك مخالفات ضد المدنيين قد ارتكبتها حماس وشاهدناها كلنا وأنا أنتقدها، ولكن هل يأتي الرد بهذه الطريقة؟ وصلت فكرتك كاملة؟ وصلت فكرتك من موسكو. الكاتب والباحث السياسي بسام البني كان معنا من فلوريدا. أيضا توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية انتهى وقتي للأسف، شكرا جزيلا لكما.